دلوقتي جه ميعادنا مع حلقة جديدة ومحترف جديد من محترفين الشباب. يمكن أنا حبيت إن أبدأ الحلقة من المكان اللي أنتوا شايفينه قدامكم ده، ويمكن المكان ده هو مش أوتيل 5 نجوم، في الحقيقة وفي الواقع المكان ده هو وسيلة من وسائل المواصلات في أوروبا، ويمكن هو القطار. اخترت إن أبدأ الحلقة من المكان ده لأن حبيت إني ألقي الضوء، هو صحيح موضوع يمكن بعيد عن كرة القدم، لكن حبيت ألقي الضوء عليه لأن إحنا عندنا في مصر القطار احنا عارفين مشاكله قد ايه، كل يوم بنعرف اخبار الحوادث عن حادث القطار، قطار ولع، ناس ماتت، طبعا حاجه مؤسفه جدا. حبيت اوريكم منظر القطار هنا في اوروبا عامل ازاي، قد ايه في نظافه، قد ايه في نظام. نفسي واتمنى يكون في مصر عندنا وسائل مواصلات تكون بتحترم ادميه الانسان. نفسي نشوف بلدنا مش اقل من بلاد اوروبا والبلاد المتقدمه في العالم. نفسي بالعكس نكون احنا احسن منهم، ليه ما نكونش في يوم من الايام احسن منهم؟ وانا على العموم متفائل ان احنا ان شاء الله عندنا الشباب قادر انه يتطور من مصر وقادر انه يغير كتير جدا. عموما حبيت اوريكم ان لكم الصوره، ويلا بينا نرجع مره اخرى لكره القدم ونروح ونستقبل محترف الحلقه الجديده، وهو رامي ياسين غندور اللي بيلعب في هوفنهايم الالماني. يمكن رحلة طويلة جدا بدأت من اين هوفن، وصلنا حاليا اخيرا لشتوتغارت، واحنا ابتدت من الساعة 7 بالليل، حاليا احنا الساعة داخلة على 2 الصبح. هنحاول نرتاح شوية وبكرة ان شاء الله من بدري نوصل على برلين، نروح نزور بيت رامي ياسين غندور نتعرف عليه اكتر، وبعدها ان شاء الله لو كان لنا عمر نروح لهوفنهايم لرامي ياسين غندور. زي ما قلت لكم حلقة النهاردة هي حلقة رامي ياسين غندور، وفي الحقيقة رامي هو أحد أهم المواهب اللي قدمه موقع اي بي أرينا في خلال ال3 سنين الماضية، وهو أحد اللاعبين الخمسة اللي قدمتهم وعرفت بيهم الكابتن ربيع ياسين، طبعا المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة. في الحقيقة يمكن حاولنا ان احنا نبذل مجهود كبير جدا عشان نقدر نخلي رامي يجي يلعب لمنتخب مصر، خصوصا ان رامي هو عضو اساسي في منتخب المانيا تحت 17 سنة، هو الباك الشمال الاساسي للفريق، وكان بيستعد لخوض بطولة الامم الاوروبية للشباب، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم تحت 17 سنة. في الحقيقة أنا حاولت أبذل مجهود شوية في إني أكلم والده وتواصلت معاه ومع رامي مع حتى وكيل اللاعب ومدير النادي علشان خاطر رامي يقدر ينزل وينضم لمنتخب مصر الوطني. لحد هنا الأمور قد تبدو جيدة جدا وعلى خير وما يرام، يعني شيء جميل جدا إن احنا نقدر نخلي رامي ينزل وينضم لمنتخب مصر، ولكن في الواقع إنه رامي ما انضمش في النهاية، والسبب الأوراق. رامي بالرغم من ان هو والده مصري وجده مصري الا ان المصريين ما اعترفوش بيه، مصر ما اعترفتش بان رامي مصري. كان في مشكله في الاوراق، هنعرف تفاصيلها اكتر في الحلقه مع والد رامي وهنتعرف اكتر ايه اللي حصل بالظبط، ولكن يعني انا بس عايز اركز على نقطه مهمه جدا، لما نشوف واحد زي رامي والده مصري ووالدته ألمانية عايش حياته كلها في ألمانيا، يعني ممكن ناس تقول لك ده والده مصري يبقى يلعب لمنتخب مصر، طبعا مصر عزيزة علينا وكلنا بنحب مصر، ولكن عشان نكون واقعيين لازم نقدر نفرق ما بين منتخب ألمانيا وبين منتخب مصر. منتخب ألمانيا كل كأس عالم بيشارك فيها، ومش مجرد مشاركة، كل كاس عالم بينافس حتى الرمق الاخير على الفوز بالبطوله، عكس منتخب مصر اللي يمكن وصل في تاريخه كله مرتين بس لنهايه كاس العالم وبنخرج من الادوار الاولى، وبالتالي لما نلاقي ولد زي رامي بيسيب منتخب المانيا ويختار منتخب مصر، عايش حياته كلها هنا، اصدقائه كلهم من هنا، دراسته كلها هنا، حتى اللغه بتاعته يمكن لسه ما بيتكلمش اللغه العربيه بشكل جيد، وبيختار منتخب مصر، دي اكيد حاجه كبيره جدا. يعني انا بصراحه عايز اعترف قدامكم جميعا ان انا حاسس بالذنب تجاه اللاعب، لان كنت سبب رئيسي في نزوله لمصر وتركه لمنتخب المانيا، وهو حاليا لا بقى بيلعب في منتخب المانيا ولا بقى بيلعب في منتخب مصر. عموما هنتعرف اكتر من والد رامي على قصه منتخب مصر واوراق رامي، يلا بينا نتعرف على الموضوع اكتر مع استاذ امل.
بعد ما وصلنا ألمانيا توجهنا لبرلين. برلين هي العاصمة طبعا، فيها الازدحام شوية يمكن عكس بعض المدن اللي شفناها في ايتهوفن لما كنا بنعمل حلقة الكسندر، او في الدنمارك. هنا هتلاقي فيه زحمة شوية، عاصمة، هتلاقي حتى شكل المباني مختلف شوية عن شكل المباني في مدينة ايتهوفن او في الدنمارك. عموما احنا دلوقتي في برلين، وهنتوجه دلوقتي نروح نشوف منزل رامي ياسين غندور في برلين، لان هو اصلا بيسكن او بيعيش في برلين مع والده، ولكن بعد كده لما جاله في عرض هوفنهايم الالماني اتنقل لوحده وقعد في هوفنهايم. فاحنا طبعا هنروح الاول نشوف والده ونتعرف اكتر على منزل رامي ياسين غندور، وهنتقابل مع استاذ امجد ونتكلم معاه عن رامي، وبعدها ان شاء الله نروح لرامي في هوفنهايم. يلا بينا على منزل رامي ياسين الغندور.